السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. أكيد أن الشعار اللي رفعته الجزائر ديال حق الشعوب في تقرير مصيرها بدا كيرجع لها بالبلاء، لأنه تلقته بدون تأسيس وبدون قناعة، طلته في واحد الوقت وجابت ما يسمى بالشعب الصحراوي من أجل ضرب مصالح المغرب. ولكن هذا الشعار اللي كترفعوه طبل ليه وتغيط به بدا كيرجع ليها، وما عرفاتش كيفاش تتعامل، وخاصة أنه كاين شعوب لأصيلة اللي بدات كتطلب حقها في تقرير مصيرها، والجزائر معنية بهذا الأمر وبدا كيرجع ضدها. أولا حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، ولكي ناديه الآن بالاستقلال أو بدولة مدنية ماشي عسكرية. مع الأسف عصابة الجزائر ما بغاش تسمع للشعب الجزائري وحقه في تقرير مصيره، في حقه في دولة مدنية ماشي عسكرية. الجانب هذا كاين الشعب القبائلي للآن هو كيطلب بالاستقلال ديالو، مع الأسف أن الجزائر ما كتعاملش معاه بالطريقة باش كتعامل بما يسمى بالشعب الصحراوي. كذلك منطقة حاسم سعود، شعب اللي مقهور واللي ناسيه الجزائر واللي كتستنزف غير الخيرات ديالو من البترول الموجوده في المنطقه. وكاين شعب اخر اللي بغينا نوقفوا عنده هذا النهار، وهو الشعب الازواد. الازواد اللي كاين في جنوب الجزائر وفي شمال مالي، فهذا الشعب اصيل واللي راه منسي واللي خصنا نلتفتوا ليه. وهذا النهار غادي نسلطوا الضوء على شعب الازواد اللي ساكن في اللي موجود هو في الحقيقة متفرق في الجزائر وفي مالي وبوركينا فاسو وليبيا وشوية النيجر وجا الاستعمار وقسم هذا الشعب على هذه الدول، وجات عصابة الجزائر مسخرة دائما لعوضات الاستعمار الفرنسي في المنطقة، وجات وتكلفت بهذه المسألة هذه بتشتيت شعب الأزواد اللي كيطلب يطالب بالدولة ديالو وبالاستقلال ديالو. وحنا كنشوفوا الجزائر كيفاش تعاملت معاه وما عطاتو حتى شي قيمة للمطالب ديالو، وكتحاول ما امكن انها ترمي كرة في الملعب المالي وتبين بانها هي كتصلح ذات البين بين شعب ازواد وحكومة مالي. اذا هاد شعب ازواد هو كيطالب بالاستقلال فعلا على مالي، وبدا الكفاح ديالو قبل الحرب الدولية ضد الارهاب. هو شعب مختلف، عنده تاريخ من الكفاح ضد الحكومة المركزية. مع الأسف هذا الشعب ما كيهتمش به العرب ولا ما كيعرفوش عليه الكثير، رغم أنه أحد مكونات العرب وللثقافة العربية حضور مهم بين أبنائه وفي مدنه. في هذا الخصوص كيقول الناشط أزواضي علي أرج محمد أن ظهور جماعة القاعدة التي استخدمت محاربتها ذريعة لتدخل الفرنسي وعودة فرنسا إلى منطقتنا بعد 60 عاما من انتهاء استعمارها لنا، هذا الظهور هو الذي سلط الضوء على المنطقة وليس معاناة سكانها وشعوبها وجرائم حكومات مالي. بالفعل كان واحد الغموض في ديك المنطقة، وحنا ما كنعرفوش الكثير عن شعب الأزواد. كنسمع في المنطقة بأنه كاين حركات إرهابية، والكل كيسلط الضوء على هذه الحركات الإرهابية وضرورة القضاء على هذه الحركات الإرهابية، وكيبرروا فيه الوجود الفرنسي، مع أنه هذا الشيء كله كي يكتم صوت الشعب الأزواد اللي كينادي بحقوقه التاريخية. وأن تحجيم المأساة الإنسانية والثقافية والفكرية وحصر القضية بتصرفات هذه الجماعات التي لم يدم حكمها أكثر من 100 يوم، وهذا تم إنتاجه في أفلام وثائقية عدة وفيلم سينمائي حظي بالترويج الفرنسي والمشاركة في مسابقة العالمية الكبرى وفي مقدمتها مهرجان كان، يعني مع أنه كيعتمد على هذه الأشرطة باش التعتيم وتغيير الواقع. وظلت قضية شعب أزواد غائبة عن أذهان العرب، والآن يتم التطرق إليها من باب الأمن والإرهاب، وليس لكونها قضية شعب يريد العيش بحرية واستقلال وكرامة في أرضه. ونتمناو على أن هذه الحلقة اللي غنديروها اليوم على الأزواد تكون انطلاقة التعريف بها وانطلقت اهتمام دول المنطقة وكذلك شعوب المنطقة وشعوب العربية وشعوب محبة للسلام بهذا الشعب.
إذن مع استمرار سياسة تهميش ترسخت قناعة لدى الشعب أزواد بضرورة الانفصال وتأسيس دولة مستقلة، وكرر الأزواديون انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية في باماكو سنة 1990، ولكن انتهت باتفاق سلام خفف الحكم المركزي في أزواد ووعد بتنمية المنطقة. وعام 2006 تحرك الأزواديون مجددا وفشلوا في تحقيق حلمهم، وظلت المنطقة مهمشة تتحول إلى مكان خصب لتجارة المخدرات والتهريب، ولاحقا إلى مرتع للجماعات المتطرفة. الوضع اليوم، في عام 2015 وقعت الحركات الأزواديه على اتفاق مع الحكومه الماليه عرف بمسار الجزائر، ولان كانت المغرب كان خصو يلعب دور هذه المصالحه، ولكن كما كنعرفوا دائما ان الجزائر تسارع الى قطع الطريق على المغرب، وفعلا سارعت واحتوت هذه المساله وهذه المصالحه، وكان يعني مصالحه في الجزائر كما قلنا عرف بمسار الجزائر، وذلك بإشراف الوساطة الدولية للحوار المالي بقيادة الجزائر، وتضمن نقاط عدة مثل احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة دولة مالي وكذا شكلها الجمهوري وطابعها العلماني، تنمية متوازنة لمجموع جهات مالي، إقامة هيكلة مؤسساتية تعتمد على جماعات إقليمية مزودة بهيئات منتخبة عن طريق الاقتراع السري المباشر وتمنح سلطات واسعة. طبعا اللي شاف كان اللي شاف بان الازواديين اجبروا على توقيع اتفاقيه اقل بكثير من طموحاتهم ولا تتناسق مع الاشكاليات التي مرت بها المنطقه. وكان اللي كيشوف كذلك على ان ظهور الجماعات الارهابيه اثر على التحرير، بل اوجع الثوره اذ جاءتها طعنه من الخلف، مما جعلها تتوقف مؤقتا ثم تستأنف عملها فيما بعد. وأن الجماعات الإرهابية أثرت على الأزواديين من جانبين، أول سياسي، لأن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى القضية لا كثورة ونزاع بين حكومة وثورة، وإنما كإرهاب. وجانب الثاني وهو معنوي، خسر الأزواديون أراضي بعد أن حرروها واستحوذوا على جميع أملاك الدولة وبدأوا في عملية تنظيم الوضع. ومنذ أن دخلت الجماعات الإرهابية راحت تستقطب الشعب وتغريه ماليا، مما أدى إلى خسارة أراضي سيطرت عليها. إذا السؤال اللي كان هو أنه ماذا يريد الأزواديون من العرب؟ الاتجاه السائد اللي كان عند العرب هو تجاهل هذه القضية باعتبار أنها قضية لمكون غير عربي، لكن هذا خطأ أدى أيضا إلى ترك الحل السياسي لهذه القضية بعيدا عن رأي الدول العربية التي كانت مجرد تابع للسياسة الفرنسية وضخت أموال طائلة لدعم برامج فرنسا. لكن حدث تفاعل من دول عربية كموريتانيا والمغرب مع قضية أزواد، وكان له دور إيجابي على الصعيدين الإنساني والسياسي. أما الدول العربية الأخرى فلم يكن لديها أدنى اهتمام بالقضية، وأن الأزواديين كيطلعوا إلى بناء أفضل علاقات مع الدول العربية وغيرها من دول العالم. هنا غادي نتسألوا على علاقة المغرب بالشعب الأزواد، أو علاقة حركة الأزواد بالمغرب. فنعرفوا على أنه في 2014 صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبل السيد بلال آغا الشريف، وهو الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، برفقة موسى آغا الطاهر متحدث باسم الحركة. وفعلا في ذلك الوقت تار هذا الاستقبال عدة تساؤلات. وفي هذا الإطار كيقول أبو بكر الأنصاري وهو عضو المؤسسة المدنية الأزواضية أن المقابلة التاريخية التي حظي بها ممثل حركة تحرير أزواد من لدن الملك محمد السادس كان لها وقعها النفسي لدى ساكنة أزواد ووقعها السياسي والإقليمي. وقع في الوقت الذي تحاول دول الجوار طمس هوية الإنسان الأزواضي الممتزج ثقافيا، يفتح جلالة الملك محمد السادس ذراعيه للقضية الأزواضية، مؤكدا ضرورة إيجاد حل عادل ونهائي لمعاناة هذا الشعب. لأن المغرب كيأكد على الوحدة الترابية لمالي، وطبعا ما كيحاولش يتدخل في تقسيم الدول المجاورة. وفي هذا الإطار يعني سيدنا الله ينصره استقبل
السيد بلال اخ شريف وتكلموا على هذا الاطار على المساله هذه. وفي هذه الفتره طرحت قضيه الحكم الذاتي، لانه الفكره والاقتراح الحكم الذاتي اللي طرحه المغرب في الاقاليم الجنوبيه القابض ظلاله على المنطقه وعلى واحد مجموعه من الشعوب اللي عندها اشكالات مماثله. فكان هذا الحل يعني مطروح في ذلك الوقت. وابرز المتحدث يعني الانصاري ان الشعب الازواجي ليس الا امتداد للشعب المغربي، وليس من المنطق ان يتم ترك جزء منه يباد دون تحريك ساكن، لافتا الى ان اقليم تنبكتو كان مرتبطا بالمغرب من كل النواحي الدينيه والسياسيه والاقتصاديه، بل كانت في رقابهم بيعه للملوك العلويين. وهذا طبعا كياكدوا الشعب الازواج، كيقول لك باننا اصولنا مغربيه وحنا مرتبطين بالبيعه مع الملوك المغاربه. واكثر من ذلك المتحدث الانصاري قال بانه يشرفنا الملك محمد السادس بزيارته، يعني ابدا الناشط الازواجي امنيته في ان يشرفنا الملك محمد السادس بزياره تنبكتو ومقابله الاعيان ان شاء الله في الوقت اللي غادي يتيح لجلاله الملك الفرصه لذلك. وقال وذهب عضو المؤسسة المدنية الأزواجية إلى أن دعم جلالة الملك لاستقرار الحكومة المالية ودعمه لاستقرار المنطقة الأزواجية يدخل في باب حرص المغرب على استقرار المنطقة التي أشعلتها أيادي معروفة وخفية. وقال الأنصاري أن العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط المغرب بالشعب المالي والأزواجي خاصة يجعلها تلعب دور الحكم بينهما والبحث عن حقوق المضطهد في ظل وحدة الجميع وفق تعبير المتحدث. وقال الناشط الازواجي الانصاري على المغرب يمتلك تجربه في فقدان جزء منه نتيجه سياسه بعض الجيران ملمحا يعني طبعا الى الجزائر، قبل ان يؤكد ان خيار الحكم الذاتي قد يكون الحل الامثل في المرحله الراهنه لاستقرار المنطقه، بل يعتبر حلا وسطا للطرفين المتنازعين بمالي. وطبعا هذا التقارب بين الشعب الازواجي والمملكه المغربيه ما كيريحش الجزائر اللي بدات في مناورات وفي واحد النعرات ودفعات بعض منهم الازواجيين مع الاسف المغرر بهم على انهم يديروا تصريحات مناوئه لمصالح المغرب، واللي واحد فيهم بغى يعبر على رغبه ولا اصرار الشعب الازواجي على انه يدعم قضية الانفصال والقتل الانفصاليين بأقاليمنا الجنوبية، لكن الأزواجيين أحرار ردوا عليه في هذا التصريح الثاني. رد على شخص تكلم بسوء تجاه بلد شقيق ومهم وكبير المغرب الشقيق، وادعى وقال إنه باسم ينادي البرابيش لدعم الصحراء. أقول للشخص أنه ينبغي أن يكون أن يعمل في مجاله الذي هو فيه من قبل التنسيقية ومكلف به، هذا مجاله وهذا ما يصلح للزوار ولجواره، هو في منطقة مهمة ومجال حساس، وليس الخوض في أشياء وقول كلام غير مسؤول بل جنوني تجاه بلد شقيق كبير مهم لم يرى فيه الأزواريين للخير دائما، على الأقل لم نرى فيه الشر. عكس كثير من البلدان الأشقاء والجيران الذين رأينا منهم الانحياز ضدنا لصالح البمبارة الماندينغ في قضيتنا دائما، القريبين والبعيدين، والمغرب غير ذلك دائما حقيقة. ونحن أزواجيين دائما ثابتين على العهد، على الثوابت، على المبادئ الخيرة النبيلة تجاه الأشقاء، تجاه الجيران. نحن دائما مستعدين لدعمهم في الدفاع عن قضاياهم، في الدفاع عن أوطانهم، في ثوراتهم ضد الغزاة، كما فعلنا معهم دائما ودعمنا ثوراتهم ثوراتهم بالمال والرجال والسلاح. وللأسف رغم أن بعضهم رد علينا الجميل بالعكس تماما بدعم الأعداء علينا سياسيا وإعلاميا وحتى ماديا،
لكن ذلك لن يغير منا من موقفنا الثابت تجاه الأشقاء تجاه الجيران كمبدأ وجودي. أننا نحن ننتظرهم عند المبدأ، عند الأخوة، عند الإخلاص، عند الوقوف معهم عندما يحتاجون إلينا وليس العكس. لذلك نحن مع المغرب، مع وحدة المغرب، وحدة ترابه وسلامة ترابه. إضافة إلى هذا، أنا حظيت بالالتحاق بمجموعة الواتسابية أزواد المغرب شعب واحد، وفي واحد مجموعة كبيرة من الإخوان الأزواديين اللي انتهزت الفرصة وكنبعث لهم بتحية احترام وتقدير ومودة وأخوة، واللي خديت منها بعض التصريحات بالصوت وهي أوديوهات اللي بغيت نسمعها لكم، واللي كتبين كيفاش كيتكلموا على المغرب وكيفاش كيشوفوا علاقتهم مع المغرب وعلاقتهم كذلك مع الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك وسهلا. لا أنا ما قلت لك أنه المغرب داعمة أزواج، ما قلتها لك أبدا، ما هي داعمة أزواج ولا هي ضد أزواج، هم اللي ما هي كيف الجزائر اللي تقول عنه تدعم أزواج وهي هم اللي هي التي عدو للأزواجين سواء العسكريين أو مدنيين، هي واللي تكذب، هي واللي كانت تقول عنه تدعم الشعب الزوار، هي واللي تهجر الشعب الزوار وتعدلها مجازر في أرض الزوار وخلاص. هي بقى المغرب، بقى المغرب درك نحن ندور وتدعمنا ماديا واقتصاديا وعسكريا، نحن درك واللي أبدينا علاقات مع المغرب، يلا لا تدعم قضيتنا به. المغرب عندها علاقات مع الدول الأفريقية كاملة، الدول الأفريقية هم اللي ما فيهم واحدة ضد حكم الذاتي، والجزائر هي التي عندها ميليشيات داخل الحركات تقتال يوميا أحد كامل ما يمشي على الطريق اللي تدور اتفاقات الجزائر الفاسدة، هي ما تدور كامل دور يتم اغتياله. هذه هو المشكلة، الملف اللي نحن ندور المغرب تتدخل فيه، هنا انت تتدخل فيه المغرب وملي ان شاء الله يدور، ان شاء الله هو دوري ان شاء الله وتنجح العملية. بهذه المغرب عندها علاقات عميقة مع الدول الفارقة. مرحبا بك وسهلا. والله ثم والله لا نقول لكم شي حاجة، والله ما تسألوا لي الحلوف، والله قسمك بالله، اقسمكم بالله لو كان شفتوا هذه الارض الصحراء هذه اللي كيقول لك اللي انا رجعها بغيب الجنه، شبه الجنه، حشا الجنه الداخله والعيون بجدور وسمات والسماره، هذه الارض كامله. وش لا نقول لكم انا، ولو كنت تعرفوا ايام كيف تشخرب مرقت من اسبانيا زباله وصافي، ونشوف العيون اليوم شوفوا ولا هنا قلب العيون صوره العيون من قديم الزمن ثبتها لكم هذيك، وصوره العيون اليوم، العيون بتاعت اليوم والعيون بتاعت قديم الخروج من اسبانيا، وتشوفوا الفرق يا عباد الله. وهذا التنمية وهذا الناس قرات وهذا المدارس وهذا الأوبيتالات وهذا الخيرات سيد ربي، وهذا وش نقول لكم، نفس الشيء داخله ونفس الشيء بوجدور، نفس الشيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، حاكمين في حاكمين لا الشعب الصحراوي فهم، هم الرؤساء، هم برلمانيين، هم كل شيء. هذا الشعور، هذا الثاني اللي جاي يقول لك عنه ما يقلب على ما ما لا ما الناس نفسه نفسه الجزائرية يقتلوا في الشعب الصحراوي كل نهار عندهم في المخيم، حابسينهم، قاتلينهم بالجوع، قاتلينهم بالويل، قاتلينهم بالتمارة، حتى الدواء ما عندهم حتى ما يشربوا، مكرفصين حتى هم كيف مكرفص الشعب الجزائري والشعب الأزواج. وأقدم لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ابن العم، وأقدم لك حتى أنا شكر والتقدير والعرفان بالجميل على ما أسليت لي من هذه المنصة، وأنا جزء لا يتجزأ من المغرب، لأني أنا الضغوري والضغوري كلهم مغاربة، إذا المغرب هي أصلنا ونحن فروع من المغرب، والمغرب هو الأصل أيا كان سواء مازيغيا أو بربريا، فأحراش نحن
دارسة من المغرب، دارسة من المغرب الضروريين موجودون في أي مكان في المغرب، ورحوا يسأل الله يتجزى منهم. وأصوات كذلك أكثر أصواتيين ما بين العلويين والضروريين. إذن فنحن نسأل الله يتجزى من المغرب، ولا يستطيع أيا كان أن يتجزى هذه الأصول وهذه الدم. أخاك إنما لا أخاله كسائن الهجاب غير سلاح، وأن ابن عم المرء فعل جناحه وهل يطير البازي بغير جناح. إذن كما قلت بأنه الهدف ديالي هذه الحلقة وهو إثارة الانتباه لوجود شعب أزواد والقضية دياله وحقه في تقرير مصيره، وكذلك ارتباطه بالجزائر وبالمغرب. وهناك عدة كتابات وعدة مراجع لتأكد بأنه هناك علاقة متينة بين شعب الأزواد والمغرب، وشعب الأزواد اللي كيأكدوا على أنهم أصولهم مغربية وعندهم ارتباط بالبيعة مع الملوك المغاربة. وكان واحد مجموعة من المراجع من مجموعة من الشرائط لتأكد هذه القضية، وهما كذلك متمسكين بارتباطهم بأصولهم المغربية. ومنهم كناخذ هذا المقتطف ديال الفيديو اللي كيتكلم على الشيخ الأنصاري، واللي كنبغيو تسمعوه مزيان، واللي كيدل دلالة كبيرة على ارتباط شعب الأزواد بالمملكة المغربية. كان محمد الأنصاري كيعتبر منطقة الطوارق وسكانها من العرب والبربر امتداد طبيعي لمنطقة المغرب العربي، وأن صحراء تنبوكتو هي صحراء مغربية دون نقاش، خاصة وأن روابط البيع بين سكان المنطقة وملوك المغرب ظلت قائمة طوال العهود الماضية للمنطقة حتى دخل الاستعمار. وكان كيعتبر نفسه مغربي كون المنطقة كان كيحكمها مغربي يلقب بالباشا حتى دخل الاستعمار، وتم تسليم مفاتيح تنبوكتو من آخر عامل المغربي وهو الجنرال أحمد الرامي. وبحسب كتاب الرجال الزرق الطوارق الأسطورة والواقع للكاتب ديالو عمر الأنصاري، فقد سبق للأمير محمد الأنصاري أن التقى بمحمد الخامس بفرنسا وبايعوا أمام أعين الجنرال دوغول. حاولت فرنسا إغواءه بكل الطرق لدرجة بغت تمنحه دولة جديدة سماتها صحراء فرنسية في إفريقيا الغربية، لكن رفض قبول العرض وخاطب الفرنسيين قائل: إن الصحراء صحراء المغرب، فإن كانت نية فرنسا التخلي عن المستعمرات الغربية فخلوا صحراء المغرب للمغرب. عمل الأمير محمد الأنصاري مع الملك الراحل محمد الخامس خلال السنوات الحرجة من تاريخ المغرب، من اللي تكالب الفرنسيون والبعثيون ضد المملكة، وهو اللي أغضب فرنسا اللي قامت بفصل تنبوكتو عن المغرب وضمتها لداكار. فاعتبر الأمير أن الحكومة المالية تاركة فرنسية تسعى لتغريب المنطقة وسكانها وقطع صلاتهم بموروثهم الثقافي العربي والإسلامي. تم اعتقاله وقضى 14 سنة في سجون مالي، ومباشرة بعد خروجه من السجن قام بأداء فريضة الحج، ثم بعد نزول الطائرة في الرباط أعلن نفسه مواطن مغربي، فكرمه الملك الراحل حسن الثاني واسمح له يعيش في المغرب ويقضي فيه آخر أيامه إلى أن انتقل إلى جوار ربه عام 1995. ولازال الأنصار ديالو كيزوروا القبر ديالو إلى الآن. من أجمل ما قال الأنصاري هو ما قاله أثناء تقديمه للبيعة للسلطان المغربي محمد الخامس بفرنسا قدام أعين الجنرال دوغول، حيث قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، فاللهم ارحمه واغفر له وأكرم منزله واجعل ذريته صالحة تدعو له بخير إلى يوم القيامة. آمين.